وكازيرتا إلى أرض الملعب. خرج غوارينتي لاعب خط المنتصف ودخل كازيرتا هنا محاولة أتلانتا والكرة في المرمى. هدف التعادل، هدف التعادل يأتي لأتلانتا، هدف التعادل في الدقيقة 35. هذه عادة مرة أخرى الكرة الأمامية اللي كانت ممررة، نتابعها مرة أخرى، مرة طويلة أمامية لتريبوتشي والتغطية لم تكن بالشكل المناسب من لوسيو، هي الهفوة الوحيدة من لوسيو، وصاحب التمريرة هو فابيو كازيرتا. كازيرتا أيضا البديل الثالث في اللقاء، يمرر التمريرة الذهبية الناجحة. تريبوتشي بلمسة واحدة جهز الكرة لحاله ووضعها وضع جميل على يسار.